يوم كشفت فيه مصر عن بعض عظمتها، يوم انتقلت فيه 22 مومياء ملكية إلى مستقرها الأنيق في المتحف القومي للحضارة بالفسطاط، تلاحقها أعين المصريين وحفاوتهم في شوارع المحروسة، يلقون التحية على الأجداد وينظرون بتبجيل لمواكب اعتادت على صنع التاريخ. كان اليوم العظيم شاهداً على تدفق الحضارة وتواصل المجد، فتحرك الموكب على أناشيد فرعونية لا تزال تحتفظ بمكانتها في وجدان المصريين، فرددوا كلمات لإيزيس، ظن العالم أنها سقطت من ذاكرة المحدثين، لكن الحفل أعاد الهيروغليفية إلى ألسنة المصريين، وهم يشدون بمجد الأجداد، فتجول رمسيس الثاني وسقن الرع وتحتمس الثالث في شوارع القاهرة بعد آلاف السنين، يقرؤون وجوه الأحفاد ويمنحونهم الأمل في مستقبل يوازي الماضي التليد. وسار ست الأول ورمسيس التاسع ورمسيس السادس ورمسيس الخامس وتحتمس الثالث تحت كاميرات أكثر من 400 قناة عالمية في أول توثيق جماعي للقاء ملوك مصر القديمة. كان الموكب إعادة اعتبار من الجمهورية الجديدة للفراعنة العظام بعد فترة قصيرة ظن فيها من اختطفوا الوطن أن ماضيه وثنية، وأن مومياواته العظيمة جثث، وأن مستقبله بات مرهوناً بالصحراء بعيداً عن طمي النيل ولفائف البرد حاملة الحكمة. كان موكب المومياوات مرصعاً بضيوف كبار جاءوا إلى مصر للإطلال على بعض تاريخها العظيم، منهم رئيسة منظمة اليونسكو والأمين العام لمنظمة السياحة العالمية ووزير السياحة اليوناني ووزير السياحة السعودي وسفراء دول اليابان وروسيا الاتحادية وروسيا البيضاء والسعودية وقبرص واليونان وإيطاليا والتشيك والمجر وبلجيكا ورومانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. من هار شعبها العظيم من هزم ولم يزل مزودا بأعرق القيم متوج الأمل. السبت 3 أبريل عام 2021 كان أحد أهم أيام الجمهورية الجديدة المشرقة، قرعت فيه طبول التاريخ وجالت خيول الفراعنة بعجلاتها الحربية، وبعد 40 دقيقة من أناشيد الخلود و7 كيلومترات من العظمة و21 طلقة من المدفعية استقر الملوك في موضعهم الأخير.